بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك املنا، وفقنا يا رب وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم ارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم الف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات الى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا شاكرين على نعمك، مثنين بها قابليها، وأتمها علينا يا رب العالمين. اللهم ولي علينا خيارنا، ولا تولي علينا شرارنا، واكفنا وسائر المسلمين في كل مكان السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا ولسائر المسلمين شأننا كله، ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين ولا لأحد من خلقك. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. أما بعد، نكمل قراءة شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أحمد أبي شجاع فقه السادة الشافعية رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم وعلوم مشايخهم في الدارين، آمين. فصل: وشرائط وجوب الصلاة ثلاثة أشياء. وهناك فرق بين الشرط والركن. يبقى هناك شروط للصلاة وهناك أركان للصلاة. الشرط هو ما يكون ضروريا لوجود الشيء ولكن خارج عن الشيء، يعني يسموه علماء الأصول ما ينبني على وجوده الوجود وينبني على عدمه العدم. ما ينبني على وجوده الوجود ولا ينبني على ما ينبني على عدمه ما ينبني على عدمه العدم ولا ينبني على وجود وجود ولا عدم. نشرحها ازاي؟ يعني الشرط يؤثر في حال عدمه ولا يؤثر في حال وجوده. الشرط يؤثر في حال العدم، لكن في حال الوجود لا يؤثر. يعني ندي لك مثال، نقول مثلا ان من شروط الصلاة الوضوء، شروط صحة الصلاة الوضوء. هل كل متوضئ بصلى؟ يبقى وجود الوضوء لا ينبني على وجود الصلاة ولا ينبني عليه عدم الصلاة، لان قد يتوضأ ولا يصلي. لكن لو صلى ولم يتوضأ ينبني عليه عدم الصلاة فيؤثر في حال العدم. يبقى الشرط ما ينبني على عدمه الوجود ولا ينبني على وجوده وجود ولا عدم. والشرط خارج عن الشيء، خارج عن الشيء وليس داخلا فيه. يعني احنا ما نقول دخول وقت الصلاة شرط لصحة الصلاة، دخول وقت الصلاة ليس جزءا من الصلاة، واضح؟ لكنه شرط لصحة الصلاة. نقول مثلا ان طهارة البدن شرط لصحة الصلاة، لكن وجود طهارة البدن ليس جزءا من الصلاة. ستر العورة شرط لصحة الصلاة ولكن ليست جزءا من الصلاة. يبقى الشرط شيء خارج عن عن العبادة، لكنها ضروري وجوده حتى تصح العبادة. انما الركن يشتغل في الحالتين، يشتغل في حالة العدم وفي حالة الوجود. الركن ينبني على عدمه العدم وينبني على وجوده الوجود. الركن جزء الشيء المكون لهويته المحقق لماهيته، ده الركن جزء الشيء. ندي مثال، نعتبر العبادة دي كائن حي. لو اعتبرنا العبادة دي إنسان مثلا، الصلاة دي إنسان، فمن شروط وجود الإنسان وجود الهواء ووجود الماء. بغير ماء ولا هواء لا إنسان، كده برضو. لكن الهواء والماء ليس جزءا من الإنسان،
بحيث أنه لو وجد الهواء والماء قد لا يوجد الإنسان، لكن لا يوجد الإنسان إلا إذا وجد الهواء والماء. إذا عدم الهواء والماء عدم الإنسان، لكن إذا وجد الهواء والماء قد يوجد الإنسان وقد لا يوجد. واضح؟ يبقى شرط وجود الإنسان الهواء والماء، لكن رأس الإنسان، قلب الإنسان، ده ركن من الإنسان، ده جزء من الإنسان. لا يتصور إنسان بغير رأس، لا يتصور إنسان بغير قلب، لا يتصور إنسان بغير جذع. فيبقى دي الأجزاء المكونة للإنسان تسمى أركان الإنسان، والأجزاء الحاجات الأشياء الضرورية للإنسان خارجة عنه تسمى شروط. واضح؟ كذلك الصلاة، الأجزاء اللي داخلة فيها وضرورية فيها هي أركان الصلاة. والأجزاء وإحنا تكلمنا عليها أفعال وأقوال وجبنا أمثلتها المرة اللي فاتت وهتيجي تاني، لكن الأشياء اللي هي ضرورية حتى تصح العبادة وهي خارجة عن العبادة هي دي الشروط. فإحنا لما نقول في شروط وجوب وفي شروط صحة، الصلاة ليها شروط وجوب وليها شروط صحة. شروط وجوب الصلاة يعني متى تجب الصلاة على الإنسان المكلف، هي دي شروط وجوب الصلاة. ليس كل إنسان واجب عليه الصلاة، لأنه لو فقد عقله مجنون يبقى غير مكلف، مش واجب عليه الصلاة. يبقى العقل ده شرط وجوب للصلاة، البلوغ شرط التكليف يبقى لابد أن يكون بالغا، والمكلف مسلم يبقى شرط أن يكون مسلما. يبقى أنت لو قعدت فكرت تقدر تستنتج. يبقى شروط وجوب الصلاة الإسلام والبلوغ والعقل. ما قلناش الحرية، لأن العبد يصلي زي الحر، لكن نيجي في الحج نقول الحرية، نيجي في وجوب صلاة الجمعة نقول الحرية، لأنها مش واجبة على العبد، واخد بالك؟ الرقيق يعني، والحج الفريضة مش واجب على العبد الرقيق، ولا واجب فيه الذكورة ولا الأنوثة. لما نيجي نقول شروط وجوب الجهاد نقول منها الذكورة. واضح؟ فمش هنقول بقى الأنوثة. يبقى كل عبادة ليها شروط وجوب، وكل عبادة ليها شروط صحة. شروط الوجوب اللي هي متى تجب على الإنسان، بحيث أنه لو لم يفعلها يسأل، إذا كان مسلما، إذا كان بالغا، إذا كان عاقلا. وفي شروط كمان وجوب صلاة خاصة بالنساء، اللي هو النقاء من الحيض والنفاس. يعني المرأة التي هي في نفاسها أو في حيضها لا يجب عليها الصلاة. واضح؟ لا يجب عليها الصلاة. طب افرض ولا يجب عليها كمان إعادة الصلاة، اللي هي التي وجبت، التي كانت في وقت حيضها، في حين أن الصيام لا يصح منها الصلاة الصيام، لكن يجب عليها إعادته. يبقى كل عبادة ليها تفاصيلها. ففي الصلاة من شروط وجوب الصلاة للمرأة النقاء من الحيض والنفاس. واضح؟ يعني معناه لو كانت حائض أو نفساء لا يجب عليها الصلاة، وطالما لا يجب عليها يبقى غير مطلوب منها إعادتها عندما تطهر. طب افرض أعادتها لجهلها. الخطيب الشربيني من الشافعية ذهب إلى عدم صحتها، واخد بالك؟ لأنها انشغلت بعبادة غير مطلوبة، والانشغال بالعبادة الغير مطلوبة كأنه له، يبقى لا تقبل. ده كلام مين؟ الخطيب الشربيني. الشيخ الرملي خالف الخطيب الشربيني، والاثنين شافعية. الشيخ الرملي قال إن لو أعادتها أو قضتها صحت منها نفلا ولا تصح منها فرضا، يعني تنصرف للنافلة. واضح؟ وده الراجح. يعني لما يختلف أي فقيه من متأخري الشافعية مع الرملي نقدم الرملي، كانوا يقولوا عليه إيه؟ الشافعي الصغير. واضح؟ نبقى نيجي هنا نشوف شرائط وجوب الصلاة، ثلاثة أشياء.
الإسلام والبلوغ والعقل. جاب ثلاثة لأن ده كتاب اسمه غاية الاختصار، غرض الاختصار، ما قالش النقاء من الحيض والنفاس، دي في التفاصيل زي في كتب الحواشي في الشروح واحد واخد بالك، لكن ده كتاب عامله للأطفال وكتاب عامله يقصد فيه الاختصار، واضح؟ فأنت ممكن تزود تقول كمان وشرائط وجوب الصلاة خمسة أشياء ثلاثة يشترك فيها الرجال والنساء واثنتان خاصتان بالنساء أو اثنان خاصان بالنساء، يعني ممكن أنت كمان تحشي وتعمل حشي، فهمت ازاي؟ طالما فهمت ممكن تعمل حواشي، ممكن تعمل هوامش وتضيف كلام وتبقى راجل لك شروح، وده اللي كان بيحصل، ان العلماء يجوا يقروا المختصرات يقول لك ايه، وحش عليها فلان وشرحها فلان وهذبها فلان، يعني غير لفظ مكان لفظ لان اللفظ ده، وهكذا. يبقى اهم حاجه في الفقه هو الفهم مش الحفظ، يعني انت لو فاهم مش محتاج تبقى حافظ خلاص. اما يقول لك ايه شروط الصلاه، فهمها على طول، تقول تقول تقصد ايه، شروط الوجوب ولا شروط الصحه؟ لما يجي يسألك الشيخ يقول لك ما هي شروط الصلاة، تقول هل تقصد شروط الصحة أم شروط الوجوب؟ يقول لك الاثنان، تقوم تقول له شروط الوجوب كذا وشروط الصحة كذا، لأنك فاهم. يبقى بيقول لك هنا أحدها الإسلام، احنا بنتكلم على المتن بقى، اللي قبل ده كله كان مقدمة من عندنا، بفتح شهيتك للدرس، واخد بالك؟ يعني كل دي فواتح شهية، زي ما بتروح مطعم كده قبل ما يجيب لك الوجبة الدسمة يجيب لك سلطات، يجيب سلطات والعيش ومش عارف ايه، يفتح شهيتك. واحنا برضو نعمل كده. فالفقه لابد ان احنا اتعلمناه من مشايخنا كده. الأول يفتح شهيتك ويدخلك في الموضوع، بعدين يبتدي يلتزم بقى بإيه؟ بقراءة النص، ويبتدي يتكلم عنه. فتحنا شهيتك والحمد لله؟ الحمد لله. نبتدي نتكلم بقى كلام الشيخ هنا. صلاه لمن لم يقرا بام الكتاب، دي هتيجي في الاركان. الفاتحه بقى دي ركن داخل الصلاه، داخل الصلاه، مش الفاتحه دي بتعملها داخل الصلاه؟ يبقى ركن، والحاجه الضروريه داخل العباده اسمها ركن، والشرط خارج. كان الدكتور علي جمعه كان لما يجي يعلم الطلبه يقول لهم ايه، الشرط خارج والركن داخل، خارج والركن داخل، الشرط خارج العبادة وليس داخل فيها، لكن الركن داخل جوه العبادة. تكبيرة الإحرام دي ركن، القيام مع القدرة ركن، قراءة الفاتحة ركن، الركوع ركن، الرفع من الركوع ركن، كل ده داخل، لكن ستر العورة خارج، يبقى شرط. التوجه للقبلة خارج المسألة، يبقى شرط، شروط صحة يعني، واخد بقى. الوضوء خارج، يبقى شرط، واضح؟ يبقى الشرط خارج والركن داخل، سهلة؟ بيقول هنا وشرائط وجوب الصلاة ثلاثة أشياء لابد من اجتماعها على فكرة، يعني لو وجد الإسلام ومش موجود البلوغ يبقى مش لازم الشروط كلها متوفرة عشان تجد، واضح؟ الإسلام، فلا تجب الصلاة على الكافر الأصلي، الكافر الأصلي لا تجب عليه الصلاة وجوب طلب، ولكنها يسأل عنها يوم القيامة، قالوا لم نكن من المصلين، لم نكن نطعم المسكين، هيسأل عنها يوم القيامة صحيح، لكن لا نطلبها منه لأنه كافر، لأنه لو صلاها بطلت صلاة، ولو اتوضى ما ينفعش وضوءه لانه ملوش نيه، لان شرط النيه الاسلام. فلو هتجب على الكافر لازم يسلم الاول، طول ما هو كافر لا تجب عليه. والكافر نوعان، كافر اصلي ومرتد. الكافر الاصلي اللي هو لم يسبقه اسلام، واضح؟ ده لا يجب عليه وجوب طلب، ولكن وجوب عقوبه وحساب في الاخره. يبقى الإسلام فلا تجب الصلاة على الكافر الأصل، ولو أسلم لا يجب عليه قضاء،
لأن الإسلام يهدم ما كان قبله، معروف الإسلام يهدم ما كان قبله، الحج يهدم ما كان قبله، وإيه والهجرة تهدم ما كان قبله. يبقى ثلاث حاجات تهدم ما كان قبله: الإسلام والحج والهجرة. هجرة للنبي ولا هجرة بعد الفتح، يبقى خلاص ما قدمناش إلا الإسلام والحج المبرور. طيب واحد حج وكان عليه صلوات قبل كده، نقول له مش مطلوب قضاءها؟ نقول لك لا، مطلوب قضاءها. واضح؟ طب امال ايه يهدم ما كان قبله؟ نقول له لانك انت اصلا كنت مسلم وانت مش متاكد ان حجك ده مبرور كمان. وحج مبرور يعني حج مقبول. وهل يجزم انسان ان حجه قبل؟ محدش يعرف. يبقى لو قبله الله مش هيسأله على اللي فات ده، لو انا ايه اللي ضمني. يبقى لو كان عليه صلوات وحج حجة وظنها مبرورة وجب عليه قضاء ما فاته برضه، لانه كان مسلم مش حديث اسلام. فهمت بقى؟ يبقى الاسلام اول شرط، فلا تجب الصلاة على الكافر الاصلي ولا يجب عليه قضاؤها اذا اسلم. اما المرتد فتجب عليه الصلاة وقضاؤها إن عاد إلى الإسلام. واحد كفر والعياذ بالله، انتقص النبي، انتقص الشرع الشريف، استهان بآية من آيات القرآن الكريم، دي كلها أسباب كفر. يبقى ده ارتد وظل على هذا الحال سنة، وبعدين إيه؟ تاب إلى رشده وربنا رحمه وتاب وعيد للإسلام. نقول له عيد صلوات السنة دي وعيد رمضان اللي فاتت، واخد بالك؟ ليه بقى؟ لانه ده مش كافر اصلي، ده ارتد. يبقى المرتد يطالب بقضاء الصلوات اذا اسلم. الثاني البلوغ. ايه هو البلوغ؟ البلوغ بالاحتلام او الحيض او السن. يبقى البلوغ يعرف بثلاث علامات، اي علامه فيهم تم البلوغ. الحيض في المرأة، والاحتلام في الرجل أو الذكر. بس المرأة لا تحتلم قبل أن تحيض العادة، وبالتالي نقول الحيض في المرأة أحسن. والاحتلام في الرجل أو السن. افرض الواحد ما بيحتلمش، كلما كمل الإنسان يبقى لا يحتلم. الأولياء ما تحتلمش والأنبياء ما تحتلمش خالص، لأن الاحتلام هو لعب للشيطان في الإنسان أثناء نومه، والأولياء الشيطان لا سلطان عليه، وكذلك الأنبياء الشيطان لا سلطان لهم عليه. واضح؟ يبقى كلما كمل حال الإنسان لا يحتلم. واضح؟ من منة الله علي أني لم أحتلم قط، الحمد لله، منذ صغري. يعني مش كل واحد لازم يحتلم، خد بالك. لكن لو احتلم يبقى أول احتلام جاله يبقى ده علامة البلوغ. واضح؟ في أي سن كان. والحيض في المرأة أقل 9 سنوات، اتكلمنا عليه قبل كده. يبقى لو نزل من فرجها دم في أقل من 9 سنوات ما نقولش عليها بلغت. 9 سنوات فما زاد نقول ده حيض، يبقى بلغت. طيب والسن، ممكن واحدة ما تحيضش خالص، عندها عيب في المبيض، ما يجيلهاش حيض، يبقى نحكم بأنها بلغت إذا وصلت سن 15 عاما. ولم يحتلم قط فبلغ 15 عاما بقى بالغ. واضح؟ يبقى قد يحكم البلوغ بالسن او الحيض او الاحتلام. يبقى ثاني حاجة عشان تجب الصلاة البلوغ. فلا تجب على صبي وصبية لكن يؤمران بها بعد 7 سنين ان حصل التمييز بها. كلام دقيق وخد بالك. متى تأمر الصبي والصبية بالصلاة؟
إذا بلغ حد التمييز وسبع سنين، فإن تأخر التمييز عن سبعة ما تأمروش في سبعة. يعني الواد بلغ سبع سنين ولسه مش مميز، ما تأمروش. بلغ التمييز لنجابة فيه قبل السبع سنوات لا تأمره. واضح؟ يبقى حد السبعة ده حد مهم بس يكون مع تمييز. فلو تأخر التمييز يبقى ميز في سن تسع سنين نأمره في سن تسع سنين، ميز في سن ست سنين ننتظر لما يبلغ سبعة ونأمره. ومين اللي يأمره؟ وليه ومؤدبه. فإذا بلغ عشر سنين له أن يضربه عليها، الولي فقط دون المؤدب إلا بإذن الولي. يبقى الضرب لا يجوز في الصلاة بعد بلوغ العشر سنوات إلا للأب الولي الشرعي. حتى الزوجة لا يضربها زوجها من أجل الصلاة، يضربها من أجل النشوز لأن ده حق الطاعة، لكن مش عايزة تصلي يشتكيها لأبوه، أبوها هو بقى اللي يضربها. واضح؟ لكن الزوج ما يضربش زوجته علشان تصلي. واضح؟ لكن يضربها إذا نشزت. ودي نقط تفاصيل مهمة للمسلم يعرفها. إنما الوقت بيضربوا على الفاضي وعلى المليان، ودي علامة خسة الطبع، إن الرجل يمد إيده على امرأة دي خسة الطبع. يعني مش رجولة يعني. يعني عنده خلل في رجولته. النبي عاش ومات ولم يضرب صبي ولا امرأة صلى الله عليه وسلم قط. دول الكمل. عايز تبقى كامل قلد الكمل. إذا ضربت الصبي للتعليم بشروط: أن تتجنب الوجه، وأن تتجنب الإيلام، وأن تتجنب ترك أثر على بدنه. دي شروط ضرب التأديب. إنما لو آلمته يبقى ده مش ضرب تأديب، ده ضرب تعذيب. فلا بد ألا تعذب حين تربي. واضح؟ والحديث مشهور معروف في سنن أبي داود، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يعذب من عذب الناس يوم القيامة. إن الله يعذب من عذب الناس يوم القيامة. حديث كده تحطه إيه؟ زي بلغة المصريين العوام حلقة في ودنك. واخد منهاج حياة، خصوصا لحكامنا، حكام المسلمين، وخصوصا للآباء والأمهات في التعامل مع أبنائهم. لأن في فرق بين التأديب والتعذيب. واضح؟ التأديب ضرب يتجنب فيه الوجه، يتجنب فيه الإيلام، ويتجنب فيه ترك الأثر على الجسد. واضح؟ إذا بلغ عشر سنين مندوب، مباح، مباح ومندوب. إذا بلغ البلوغ ولم يصلي وجب ضربه، ضرب بالشروط اللي قايلينها، مش يجلده ولا يكويه. احنا بيجي لنا ستات في أثناء تعليم أطفالهم إن يعملوا في الأسرية، تقوم تكويه بمعلقة. بيجي لنا مناظر زي دي. حرام حرام، ربنا هيكويها بالنار زي ما كوت ابنها. اعرف دي كويس. وربنا هيعذبها زي ما عذبت ولادها. ولو عذبت جوزها برضه ربنا هيعذبها. ولو جوزها عذبها ربنا هيعذبه. ما هي كده. من ولي امر من امر امتي فرفق بهم فارفق به. ومن ولي امر من امر امتي فشفق فرفق بهم فارفق به. فدي دعوة النبي وهي سنة موجودة من سنن الله. يبقى الثاني البلوغ. فلا تجب على صبي وصبية لكن يؤمران بها بعد سبع سنين إن حصل التمييز. يعني إيه التمييز؟ طب أنا ما أقول يعني إيه التمييز؟ العلماء قال لك التمييز إنه هو يعرف يمينه من شماله، ويعرف ما يضره وينفعه. يعني تقول له حط إيدك في النار يا حبيبي يقول لك لا دي بتلسع. هذا فاهم بقى. فين إيدك اليمين يقول لك أهي. فين بقك أهو. يدخل الحمام لوحده ويخرج لوحده. بقى مميز كويس. يبقى علامات التمييز:
يعرف اليمين من اليسار، ما يضره ما ينفعه، يعرف أيام الأسبوع، يعرف بيته، أبوك اسمه إيه يا ابني يقول لك، يشتغل إيه يا ابني، ساكنين فين يقول لك، رقم التليفون بتاعك كم يقوله لك. آه ده مميز بقى، ده لو صلى بالناس الجمعة تصح صلاة الجمعة به، يبقى إمام للناس في الجمعة طالما بلغ التمييز بهذه الصورة. خدت بالك؟ يبقى حد التمييز أن يعرف يمينه من يساره ويدخل الخلاء وحده. وإلا يعني وإن لم يحدث تمييز عند السبع سنين فبعد التمييز، تأمره بعد التمييز. مولود مثلا عنده إيه تخلف شوية، متأخر شوية، في عيال كده تلاقيه متأخر، صحيح هو الولد هيبقى طبيعي في المستقبل بس متأخر عن أقران، يعني هو ينفع يبقى في المدرسة في أولى ابتدائي وعنده 8 سنين، لكن لو دخلته في السن 6 سنين يسقط. في عيال كده تمييزه بيتأخر شوية، خلاص أخر معاه برضه، لأن إيه؟ لأن ربنا ما إيه أراد إنك أنت لا تكلف النفس فوق طاقتها، فلازم تكلفه فوق يعني بقدر طاقته. وفي نفس الحكاية في التدريس برضه، لما تيجي تدرس لابنك حاجة وتلاقيه مش مستوعبها، ما تجيبش بقى خرطوم الحمام وتضرب الواد بقى، سيبه يستوعبها السنة الجاية، مجراش حاجة، يكره التعليم أصلا، لما تغصب عليه في وقت هو مش مدرك مش قادر يكره التعليم فبيفشل. انت كده عايزه ينجح وطريقتك دي هتفشله، واضح؟ لكن هو لما بيبلغ السن بتاع الحاجه تقولها له باقل وقت تلاقيه يتعلمها على طول. ويضربان على تركها بعد كمال 10 سنين. يضرب كده مين اللي يضربه؟ الوالي ولا الجار؟ ما ينفعش ولا الجار يضربه ولا امه الا باذن ايه؟ ابيه. لو الاب قال لها اه اضربيه الواد لو ما صلاش بس يفهمها تضربه ازاي، مش تقلمه وتعلم على جسمه، حرام. واضح؟ كذلك المدرس في المدرسه اما يضرب يضرب بالشروط دي كلها، بالشروط دي كلها، الا يؤلم والا يكون امام الاخرين كمان، لأن أمام الآخرين بيكسر حياء الصبي، بعد شوية ما يستحيش من الغلط، لكن لما تضربه بينك وبينه يقوم تفضل فيه حياء مش عايز يواجه الناس بغلط، يقوم يحاول يبقى كويس قدام الناس. فدي كلها مهمة عندما تربي أولادك وتربي تلامذتك. الرسول صلى الله عليه وسلم كان حتى في الكلام المؤلم ما يقولوش قدام الناس، يقول ما باله أقوام يفعلون كذا وكذا، ما يواجهش الإنسان بخطأ، تربية نبوية لطيفة جميلة صلى الله عليه وسلم. وكان النبي يربي بالنظرة، يعني بص بصة كده الثاني يفهم على طول، يفهم يقوم إيه يكف صلى الله عليه وسلم، أو يبص نظرة رضا يقوم الثاني يستمر. فالنبي كان يربي بالنظرة صلى الله عليه وسلم، يعني مش شرط الإيه الاحتكاك المباشر وإيه وتكسير إيه المقاديف زي بلغة المصريين، يعني تكسر همته وتكسر كرامته قدام الناس، ما يصحش. الإنسان مكرم وغالي عند الله، ومن عظمة الإنسان عند الله إن يرسل له أنبياء ويرسل له رسل، لولا إنه عظيم ما كانش يبعت له عظماء، يعني بعت لنا أعظم الرسل صلى الله عليه وسلم، علشان تعرف قيمة المسلم، يعني من قيمة من ايه من ارسل له. الثالث العقل، فلا تجب على مجنون. المجنون اللي هو ايه؟ ما يعرفش الزمان ولا المكان ولا الاشخاص ولا الاحداث، 3 حاجات عشان تقول عليه مجنون. تقول له انت مين؟ يقول لك انا فرخه. اه ده ما يعرفش نفسه حتى. مين ده يا ابني؟ مش هقول له على ابوه. يقول لك ده جارتنا. يعني يبقى ما يعرفش الاشخاص. النهارده ايه؟ يقول لك الجمعه والنهارده الثلاث. يبقى ما يعرفش.
كلت ايه الصبح؟ الاحداث. يقعد يفكر كده، هو كان في صبح اصلا؟ يبقى ده مجنون بقى، خدت بالك؟ يبقى لازم تعرف مين المجنون وتعرف مين المميز. فهمت ازاي؟ دي ضروريه، لان لو كان مجنون بقى خلاص ما تكلفوش بالاعمال، سيبه بقى لوجه الله، وقد يكون دعاءه مستجاب ويبقى والي ومجنون، واخد بالك؟ لانه مش مكلف خلاص. احنا لما تبقى انت عاقل قد تكون انت من العصاة، تبقى بعيد عن ربك، لان هو مش مكلف، ده هو قريب من ربك، دعوته مستجاب، ما عصاش ربه ابدا. حتى ولو عمل المعصيه بالنسبه له هي مش معصيه، لانه مش مكلف. العقل فلا تجب على مجنون. وطبعا انت ما عارف القاعده، تملي الفقهاء يكرروها كتير، يقول لك العقل مناط التكليف. كده برضه العقل مناط التكليف، يعني وجود عقل يبقى فيه تكليف، ما فيش عقل ما فيش تكليف. وهو حد التكليف ساقط في بعض النسخ، الزياده دي اللي هي حد التكليف. والصلوات المسنونة، وفي بعض النسخ المسنونات، خمس: العيدان، يعني صلاة عيد الفطر وعيد الأضحى، والكسوفان، هي صلاة كسوف الشمس وخسوف القمر، والاستسقاء، أي صلاته. يبقى عندنا خمس صلوات سنن تجب فيها الجماعة. يعني مش تجب فيها الجماعة، نقول مثلا تسن فيها الجماعة أحسن. يبقى في سنن تسن فيها الجماعة، وهي صلاة العيدين والكسوفين والاستسقاء، خمسة صلاة سنن تسن فيها الجماعة. ونضيف لها احنا واحدة، التراويح. واضح؟ يبقى تخليهم ستة. هنا جايب لك خمسة اللي هي تسن فيها الجماعة. يبقى قال لك والصلوات المسنونة خمس، أي تسن فيها الجماعة: العيدان، وعيد الأضحى صلاته أفضل من عيد الفطر، واضح؟ والكسوفان، صلاة كسوف الشمس وكسوف القمر، وهنقرا نشوف كيفيتها بعدين، أفضل ثوابا من حيث الثواب، دي سنة ودي سنة، بس السنة بتتفاوت الثواب. والاستسقاء يعني صلاة الاستسقاء، هنيجي برضو نعرف ازاي نصلي صلاة الاستسقاء وازاي نصلي الصلوات. والسنن التابعة للفرائض، ساعات يعبروا عنها بالراتبة، الرواتب. وهي 17 ركعة. احنا مفروض علينا 17 ركعة فرض، النبي عمل لنا 17 ركعة قدامهم سنة، كويس؟ النبي يصليهم زيادة في شرفه ومرتبته، واحنا نصليهم جبرا للنقص في الفرائض، واضح؟ يبقى صلاة النبي زيادة في شرفه، لانه اصلا عبادته كاملة، لكن احنا بنصليهم نجبر نقص عبادتنا، واضح؟ 17 ركعة فرض، اللي هم 2 فجر و4 ظهر، ادي 6، 4 عصر، ادي 10، 3 مغرب، 13، 4 عشاء، 17. نيجي في الرواتب تلاقيهم برضو في السنن الرواتب 17 برضو، 2 فجر، سنة الفجر 2، 4 قبل الظهر، واثنين بعد الظهر، يبقى كده 8، ونجيب 4 بعد العصر، 4 قبل العصر يبقى 12، ونجيب 2 بعد المغرب 14، واثنين بعد العشاء 16، واحدة وتر 17، يبقى دي اسمهم الرواتب. سهلين؟ شوف احنا حفظينهم من غير ما نقراهم، لأنك فاهم، طالما فاهم مش محتاج تقرا كل حاجة، خلاص بقى فهم.
عندنا احنا المغرب هو وتر الفرائض، يعني الفرائض نفسها وتر برضه، والرواتب وتر برضه. واضح؟ 17 ركعة، ركعتا الفجر وأربع قبل الظهر وركعتان بعده وأربع قبل العصر وركعتان بعد المغرب وثلاث بعد العشاء يوتر بواحدة منهن. والواحدة هي أقل الوتر عند الشافعية كده، أقل الوتر واحدة، الأحناف أقل الوتر ثلاثة، ما عندوش صلاة ركعة أصلا لا تنعقد عند الأحناف. يعني لو نوى صلاة ركعة وحنفي أصول مذهبه يقول لك دي لا تنعقد صلاة. واضح؟ لكن الشافعية عندهم تنعقد الصلاة بركعة. واضح؟ ما هو ده الأحناف يعملوا كده، ما يصلوش اتنين واحدة، يصلوها ثلاثة على بعض، لأن هم ما عندهمش صلاة ركعة واحدة. الأحناف يعملوها كده. وهي صحيحة عند الشافعية أيضا الصورة دي. لكن الخلاف في الأفضل في المذهب. الأفضل تعمل اتنين وتسلم وواحدة عشان تاخد ثواب فرائض أزيد. هتقرأ التشهد كامل هنا وتشهد كامل هنا. هتقول تكبيرة إحرام هنا وتكبيرة إحرام هنا. واخد بالك؟ فهتبقى فيها عبادات أزيد. وهيبقى فيه تسليم هنا وهنا تسليم هنا، والتسليم ده ركن. وكلما زادت العبادات زادت الأفضلية، وبالتالي عند الشافعية الأفضل تبقى اثنين وتسلم واحدة. لكن لو صليتهم ثلاثة كالمغرب يجوز، ثلاثة بتشهد في الأخيرة بغير تشهد أوسط يجوز، كل ده جائز. والخلاف في الأفضل. أيوة، كل السور دي عن النبي، ده النبي كان يوتر ساعات بتسعة، وساعات يوتر بحداشر، وساعات يوتر بسبعة، ساعات يوتر بخمسة. واخد بالك؟ كل ده عمله النبي صلى الله عليه وسلم. والواحدة هي أقل الوتر وأكثره، أكثر الوتر إيه؟ 11 ركعة، ما تزودش عن 11 ركعة. لأن النبي كده صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد عن 11 ركعة وتر. طب عايز تزود عن 11 ركعة، مش هيبقى وتر بقى، هيبقى نافلة، مطلق تطوع. لكن إحنا بنتكلم في الرواتب. واخد بالك؟ وقت الوتر امتى؟ بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، ده وقت الوتر. فلو أوتر قبل العشاء عمدا أو سهوا لم يعتد به، لا ينعقد، زي اللي يصلي قبل وقت لا ينعقد. واضح؟ طب هو ممكن يصلي الوتر وينعقد قبل العشاء؟ إذا جمع العشاء جمع تقديم مع المغرب وكان مسافرا، له أن يوتر، وله أن يصلي التراويح كمان لو في رمضان قبل ما العشاء تبدأ. واضح؟ ده عند المسافر. بس عندهم بدخل الوقت، عندهم عشاء، احنا بنتكلم قبل وقت العشاء. خليك دقيق. لا، مالناش دعوة بالنتيجة. احنا قلنا ده عندهم، ده غياب الشفق الأحمر ده خلاص دخل وقت العشاء. والراتب يعني ايه؟ يقول لك سنن رواتب، يعني سنن مؤكدات، لان الراتب المؤكد من ذلك كله 10 ركعات. يعني في سنن رواتب 17، لكن تاخد 10 من ال 17 دول اشد طلبه. هنخلي الظهر بدل 4 قبله نخليهم 2 و2 بعد. كويس؟ يبقى هنخفض شويه وماشيين من العصر خالص، صلي الفرض على طول، وتيجي المغرب 2 وتجيب ايه العشاء ركعتان بعد العشاء، يبقى 10، وتحط عليها واحدة وتر يبقى 11. وثلاث نوافل مؤكدات. في نوافل بقى مؤكدات غير تابعة للفرائض، في نوافل مؤكدات غير تابعة للفرائض. أحدها صلاة الليل، والنفل المطلق في الليل أفضل من النفل المطلق في النهار، دي قاعدة كده. النفل المطلق هو الذي
لا يتقيد لا بوقت ولا بسبب، اسمه نفل مطلق. ده يعني مجرد ايه؟ نشاط انت عندك عايز تعبد ربك في اي وقت وبلا سبب، لكن مجرد جالك وارد ملكي او وارد رحماني انك تذكر ربك وتقوم تصلي، خلاص ده نفل مطلق. واضح؟ والنفل المطلق في الليل أفضل من النفل المطلق في النهار، والنفل وسط الليل أفضل ثم آخره أفضل. يعني الليل النافلة في الليل أفضل منها في النهار، والنافلة في أول الليل أقل فضلا من وسط الليل، وآخر الليل هو أفضلهم. وهذا لمن قسم الليل أثلاثا. والثاني، ثاني حاجة من النوافل المؤكدات، صلاة الضحى ولا تشرع فيها الجماعة. صلاة الليل لا لم يشرع فيها الجماعة لكن يجوز فيها الجماعة. القاعدة كده، احنا قلنا قاعدة عند الشافعية، كل ما لم يشرع فيه الجماعة يجوز فيه الانفراد، كل ما لم يشرع فيه الجماعة تجوز فيه الجماعة، وكل ما شرع منفردا يجوز فيه الجماعة. واضح؟ القاعدة ماشية كده. التاني صلاة الضحى وأقلها ركعتان. صلاة الضحى بعد شروق الشمس بحوالي 10 دقائق إلى 13 دقيقة تقريبا، يعني بقدر ما ترتفع الشمس 3 أرماح، يعني 3 درجات. احنا قلنا بترتفع في الدرجة 3 دقائق، كل 3 دقائق تزيد درجة يبقى 3 درجات 12 دقيقة، يبقى بعد الشروق ب 12 دقيقة تقوم تصلي الضحى، دخل وقتها، إلى ما قبل أذان الظهر بحوالي 1/3 ساعة اللي هو الزوال، خلص وقت الضحى، ويمتد يوم الجمعة إلى طلوع الإمام على المنبر لصلاة لخطبة الجمعة وقت الضحى. صلاة الضحى من النوافل المؤكدات التي لم تشرع فيها الجماعة لكن يجوز فيها الجماعة. أقلها ركعتان، أكثرها في القديم 12 ركعة. أكثرها في القديم 12 ركعة، والجديد 8 ركعات. قد يكون فيها أفضلية للجماعة إذا كنت ممن يقتدى بك وأردت أن تعلمها للناس فتكون أفضل، وإذا أردت أن تشجع غيرك فتكون أفضل، وقد تكون مكروهة إن أردت أن تجعلها إن جماعتها أفضل من إفرادها، يبقى أنت كده بتعمل حاجة زيادة فيبقى يكره، وإن أردت أن تجعل جماعتها هي الأولى يبقى كده بدعة حرام ما يصحش، لأنك بتزود على الشرع ما لم يأتي به الشرع. فبتتفاوت بقى المسألة على حسب كل واحد هو بيعملها دي. لا، دي نافلة، لا سنة قبل العشاء عند الشافعية، ما بين كل أذانين، مش الرسول قايل كده؟ أيوة، ما دي اسمها غير الرواتب، اسمها غير الرواتب، اللي ما ذكرناهاش دي اسمها غير الرواتب، يعني مش شرط تواظب عليها، لكن لو واظبت عليها خير وبركة. ما بين كل أذانين صلاة، يعني الأذان الأول والإقامة بينهم حتى المغرب عند الشافعية يعني، لكن المكان ما عندهمش قبل العشاء حتى ركعتين، يعني يسمعوا الأذان كده وقاعدين ويستنوا الإقامة يقوموا يصلوا، دول ملكية ولا المغرب. أقلها ركعتان وأكثرها 12 ركعة، ده على المذهب القديم، والمذهب الجديد 8 ركعات. ووقتها من ارتفاع الشمس يعني بقدر 3 أرماح، يعني 12 دقيقة بعد الشروق، كما قاله إلى زوالها كما قاله النووي في التحقيق وشرح المؤذن، وتمتد إلى أذان الظهر يوم الجمعة. والثالث صلاة التراويح، وهي تشرع فيها الجماعة بل تسن فيها الجماعة. صلاة التراويح وهي 20 ركعة، صلاة التراويح المذاهب الأربعة 20 ركعة،
دلوقتي نشروا حكاية انها 11، هنعمل لهم ايه؟ الفكر الوهابي هو اللي نشر كده. ايوه، طلع كده الفقه على المذاهب الاربعه في صلاه التراويح، يقول لك المالكيه 36 ركعه، والحنابله 20، والاحناف 20، والشافعيه 20. هات كتاب الفقه على المذاهب الاربعه. ولحد دلوقتي الحرمين ماشيين 20 كده برضه، ما هو متوارثينها من لدن الصحابه يعني. يعني هم متوارثينها وما قدروش يغيروها، بالرغم ان في غير الحرمين يروح يصلوها 11، لكن في الحرمين مكسوفين. ها؟ أه؟ 20 ركعة وبعد كده 3 وتر، يبقى 23. 36 الملكية في غير الإيه؟ في غير مكة. لأن كان أيام الإمام مالك في أهل مكة يصلوا صلاة التراويح. في كل ترويحة يطوفوا. وأهل المدينة في الترويحة دي يقعدوا يستريحوا. فأهل المدينة غاروا من أهل مكة. بياخدوا عبادة أكتر. فالإمام مالك قال ما تزعلوش، حطوا مكان كل ترويحة حطوا عليه 4 ركعات مكان كل طواف، فزادت 4 ترويحات في 4 ب16 زائد 20 الأصلية بقت 36. خدت بالك؟ أنا شفت وأنا في ابتدائي صغير راجل إمام في بلدنا وإحنا أطفال، كان ملكي، كان يصلي 36 ركعة، ولما مات الراجل ده ما حدش عملها تاني. كان راجل من أهل القرآن يعني، كان يصلي 36 والناس تصلي وراه يعني لحد ما يزهقوا ويمشوا، لكن هو يفضل قاعد لحد ما يكمل 36، والناس وراه براحته، اللي يصلي وراه 10 ويمشي، يصلي وراه 20 ويمشي، اللي يجي له في نص الصلاة يكمل معاه، ما يبتديش معاه. ها؟ لا دول شاطرين، دول القدام دول. دلوقتي هيقعد. احنا نصلي 20 ركعة من كام؟ من سنة 98. أنا أصلاً كنت بصليها في البيت، كنت أصلي مع الناس الثمن يعني 11 ركعة، وأروح البيت أكملهم أنا 20. واخد بالك؟ على أساس إن كل المساجد كانت بتعمل كده، لحد ما إيه؟ قالوا لي مرة صلي بالناس التراويح أيام ما كنت ساكن في المنيا. في مسجد الشرعية. فجبت لهم كتاب الفقه على المذاهب الأربعة عشان يسكتوا، والناس صعبة، وقريته لهم وقعدت أمرره عليهم، كل واحد يقراه لحسن أكون إيه بفتحه كده زي اليهود يفتحوا التوراة ويقروا غلط، فبيعملوا كده اليهود طبيعتهم كده، لأنها أمر مستغرب، فبقيت أخلي كل واحد يقراه، كل واحد يقراه الكتاب عشان يطمئنوا إن إحنا مش بنقلد حاجة بتاعتنا. وبعدين بدأنا نصليها 20 ركعة لحد ما انتشرت بعد كده، وناس كتير بقت تصليها 20 ركعة. احنا مسجد الأشراف كنا بنصليها 20 من أول ما فتحناه. يعني هي حلوة، تقضي ليلك في عبادة جميلة. سيدنا عمر لما جمع الناس على صلاة التراويح صلوها 20. يبقى ده إجماع صحابة. ستنا عائشة قالت ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا غيره عن 11 ركعة، حديث البخاري. هو ده اللي عمل شوشرة عند مين؟ عند الجماعة التانيين الحديث ده، بس فهموه غلط، لأن ستنا عائشة تقصد إيه؟ تقصد الوتر، صلاة الوتر، لم يغيرها في رمضان أو غير رمضان، لأن صلاة التراويح كانت بتصلي 20 وستنا عائشة في حجرتها ما اعترضتش. يا ستنا عائشة كانت بتتكلم في موضوع تاني، فنقلوه في حتة بدليل موضوع تاني. الدليل ايه؟ ان ستنا عائشة عاشت بعد النبي 43 سنة، عايشة 43 سنة بعد النبي، لانه مات عن النبي وعندها 18 سنة، وماتت عندها 63، يعني عاشت اكتر من 43 سنة كمان. اما يبقى 18 19 سنة، كان عندها 19 45 سنة، عاشت بعد النبي 45 سنة، لأنها ماتت عندها 63 سنة، كان عايشة، ودفنت في البقيع رحمه الله. حضرت أيام ما سيدنا عمر جمع الناس على التراويح وصلوا 20 ركعة، لم تتكلم ولم تعترض. فضل الأمر معمول كده أيام سيدنا عثمان وسيدنا علي وما بعدهما إلى يومنا هذا.
واخد بالك؟ يبقى ستنا عائشة لما اتكلمت كانت بتتكلم على موضوع تاني وهو الوتر، أن النبي في رمضان، لحسن تظن أن شهر رمضان يعني شهر عبادة، أن النبي زود في وتره. يبقى ستنا عائشة كانت بتتكلم إما على الوتر أو صلاة قيام التهجد مش التراويح. واضح؟ ففي ناس بسبب إيه؟ عدم فهمهم خدوا دي مكان دي. الرسول صلى الله عليه وسلم ما صلاش تراويح بانتظام وما صلاهاش كاملة، ده صلى بالناس 4 ركعات اجتمعوا عليه، وتاني ليلة قالوا لبعضهم فاجتمع زيادة، ثالث ليلة اجتمع المسجد كله فما خرجش النبي صلى الله عليه وسلم مخافة أن تفرض. النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يترك الأفضل من أجل إيه؟ من أجل الخوف على أنه يكلف أمته إزاي. فالنبي ترك، وفضلنا مش عارفين صلاة التراويح دي كام ركعة لحد ما جاء سيدنا عمر أمر سيدنا أبي يصلي 20، فاتضح إن بعد كده إنها كانت 20 دي معلومة عندهم، إحنا ما عرفناهاش من فعل النبي، عرفناها من إجماع الصحابة. فهمتني بقى إزاي؟ فبانت لما سيدنا عمر جمع الصحابة على أبي فصلى بهم 20 ركعة، ولو كان هذا خطأ لكن كل الصحابة نهوه وقالوا له انت ليه بتزود. واضح؟ فإجماع الصحابة يسموه إجماع سكوتي، لم يعني ينقل أن هناك مخالف. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وفي رواية مسند الإمام أحمد بن محمد وما تأخر، بزيادة وما تأخر. اللي يصلي العشاء في جماعة في رمضان كل يوم فكأنما قام نصف الليل، يبقى ياخد ثواب قيام رمضان. واللي يصلي العشاء جماعة والفجر جماعة في رمضان ويروح بيته ينام بينهم كأنما قام الليل كله. كويس؟ لكن ما صلاش صلاة التراويح بس قام الليل، يبقى خد ثواب الحديث، لكن ما خدش ثواب صلاة التراويح. صلاة التراويح دي شغلانة تانية. فهمتني بقى ازاي؟ أدنى صلاة لإحياء ليلة رمضان 2 ركعات. كويس؟ وغالبها 11 ركعة وأكملها 20. للجمع بين الأدل، يبقى الجماعة اللي بتصلي 11 برضه أقاموا ليل رمضان وليهم ثواب حاجة عظيمة وكل حاجة. بس إيه؟ يعني قصروا عن العبادة اللي ياخدوا فيها ثواب أعلى. بس أدي كل حاجة، لكن صلاتهم حلوة وجميلة ونقرهم عليها. وربنا يتقبل منا جميعا. لكن لو استطعت انك انت تاخد بايديهم وترفع همتهم وتبقى زي همة الصحابة وتصلي 20 ركعة خير وبركة. بس هتواجه طبعا مصاعب كتيرة في الاول لحد ما ايه الناس تلين. لا ما هو علشان ايه؟ علشان يضع دي مكان لأن أصلا يبدو أن لا حد لأكثرها. يبدو أن صلاة التراويح غالبها 20 ولا حد لأكثرها، بدليل أن الإمام مالك لم يجد غضاضة أنه يزيد فيها، يبقى دل على أنها لا حد لأكثرها على فهم الإمام مالك. واضح؟ يبقى ليس المقصود العدد ولكن مقصود إحياء الليلة، إحياء ليلة رمضان. فعل الصحابة وإجماع الصحابة، فعل الصحابة حدد لنا 20، لكن مش معنى كده أن أدنى منها ما ياخدش ثواب القيام، لا ياخد ثواب القيام والأعلى منها ياخد ثواب أزيد وهكذا. يعني حتى لو زود ما اسموش مبتدع، فإن الإمام مالك زود دل على أن هي لا حد لأكثر. واضح؟ عشان كده احنا بنيجي في العشر الأواخر بنصلي 20 ركعة تراويح ونيجي نصلي 8 تهجد ونصلي 3 وتر. ليه؟ لأن لا حد ليه أكثر. في العشر الأواخر بنعمل كده. والثالث صلاة التراويح وهي 20 ركعة ب10 تسليمات، بيرد على الأحناف، لأن الأحناف عندهم 20 ركعة بس بتصلى رباعيات، 4 4 4 4 كده، الأحناف عندهم كده، فكأنه بيرد على الأحناف، يقول لك تسلم من كل ركعتين. وهي 20 ركعة ب10 تسليمات في كل ليلة من رمضان، وجملتها 5 ترويحات،
خمس ترويحات. يبقى اللي بيصلوا 11 ركعة ويقولوا عليها التراويح غلطانين، لأن حقهم يسموها صلاة الترويحة مش التراويح، لأن تراويح يعني جمع، وأقل الجمع ثلاثة. هما بيصلوا أربعة وياخدوا راحة، وأربعة ويوتروا، يبقى خدوا ترويحة واحدة، يبقى اسمها صلاة الترويحة. واضح؟ لكن الصحابة سموها صلاة التراويح جمع. واضح؟ فيبقى كانوا يصلوا أربعة مثنى مثنى ويروحوا، يعني يروحوا عن أنفسهم، يقعدوا شوية يذكروا ربنا، يروح يجدد وضوءه، يعمل حاجة، يقرأ قرآن، وبعدين يوم يجيب أربعة ويروح تاني، يبقى كده أدي ترويحتين، ويجيب أربعة كمان أدي 12، ويروح تاني أدي 3، ويجيب أربعة كمان يبقى إيه 16، ويروح تاني أدي 4، وبعدين يجيب أربعة كمان أدي 20، وياخد راحة تاني أدي 5، وبعدين يقوم يجيب 3 ويروح، يروح يتصحر. ليه؟ لأنه شغل بقى ليله بالعبادة. إنما أنت دلوقتي صلاة ال 11 ركعة دي الصلوات الخفيفة، تلاقي نفسك الساعة 9 بقيت في بيتك، والفجر لسه بدري عليه، تقوم تعمل إيه؟ تقعد تقلب في التلفزيون، تتابع المسلسلات وتتابع مش عارف. ما يجراش حاجة، شوف المسلمين على خير، لو صلى العشاء بس جماعة وروح فكأنما قام نصف الليل. شوف جمال النبي ببلاغه عشان يحضن الأمة كلها، ويبقى إيه العابد القوي في العبادة بيجبر نقص ضعيف العباد، ما هي أمة بتشفع في بعضها، فدي من رحمة الأمة بقى. ولما ربنا يرضى عن إنسان يقوم يفتح له باب العبادة وينشر له الولاية، ما هي العبادة منشور الولاية كده برضه. لكن أنت ما تيأس الناس من حياتها علشان صلى العشاء في جماعة يعني ومشي، تعتبره بقى أنه واحد وحش، يمكن صلاته مقبولة أكتر منه، يمكن هو ماشي عشان حيبر أبيه، يبر أمه، عنده عيادة مريض، عنده مثلا سعي في طلب رزق، كان طول النهار منهك في عمله وعايز يروح ينام شوية، ويمكن أفضل منك، فهمت إزاي؟ فلازم تحسن الظن بالمسلم. وينوي الشخص بكل ركعتين منها سنة التراويح وقيام رمضان عشان ياخد العبادات كلها. يعني إيه؟ نويت صلاة ركعتين من التراويح قيام هذه الليلة، الله أكبر، كل ركعتين يقول النية. وإحنا قلنا النية محلها القلب، والشافعية يستحب التلفظ بها لإعانة القلب، ولكن لا يجب التلفظ. لا، ما أنت سلم في الصيام. لا حول ولا قوة إلا بالله. إحنا مش قلنا النية لما اتكلمنا عليها وقعدنا عليها قعدة، قلنا النية لها وقت، وقتها عند تكبيرة الإحرام. طيب نسيت النية، قلنا فيها سبع حاجات تعرف: حقيقة، حكم، محل، زمن، كيفية، شرط، ومقصود حسن. قعدنا فيها ساعة دي، فاكرين؟ يبقى وقتها تكبيرة الإحرام. يبقى طالما سلم وهيكبر تكبيرة الإحرام ثاني ينوي ثاني، واخد بالك إزاي؟ وينوي الشخص بكل ركعتين منها سنة التراويح وقيام رمضان، ولو صلى أربع ركعات منها بتسليمة واحدة لم تصح تراويح، لكن مطلق نافلة. لم تصح يعني كتراويح، ووقتها بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، والله أعلم. في أسئلة متعلقة بالموضوع النهاردة؟ ده يقعد، يقعد بمجرد أمل الثالثة وتذكر أنها ثالثة، يروح قاعد ويسجد سجدتين للسهو ويسلم بس، ويوم يجيب ركعتين. لا، ما هو قيام رمضان، قيام رمضان ده عبادة تانية مستقلة عن التراويح. قيام رمضان اللي هم 11 ركعة، التراويح دي 20 ركعة. قيام رمضان دي اللي كده اللي يمت عليها ستنا عائشة: ما زاد في رمضان ولا غيره، يعني في قيام الليل، عن 11 ركعة. واضح؟ ده في قيام الليل، لكن التراويح دي عبادة تانية. واضح؟ والله تعالى أعلى وأعلم. وماله، ما هي داخلة، هي داخلة فيه، لكنها ليست لهي زي ما تعمل إيه، زي ما تصلي ركعتين سنة العشاء البعدية، ما هي إحياء لليلة برضه، لكنها مش إيه،
داخله في احياء الليله لكنها مش تراويح. فهمتني ازاي؟ هل يترتب على اختيار مرشح معين للرئاسه او غيرها حرمه او حل؟ لا طبعا، اختار اللي انت تراه مناسب، لان انت بتختار بين مسلمين وهي المساله عايزه اجتهاد، والان احنا الخيارين كلاهما مر، واخد بالك؟ زي حاليا، لان كل واحد له مزايا وعيوب، كل واحد له مزايا وعيوب، وقد ترجح مزايا احدهما وعيوب احدهما، فمشكله. انا شايف ان هي مشكله، وكل انسان يستخير ربه في المساله. وبرضه لو وصل لمرحله انه مش متضح عليه الامور ما يشاركش، مش واجب عليه يعني انه يشارك، لازم. طيب ما ايام سيدنا علي لما اختلف مع معاويه بن ابي سفيان، طائفه كبيره من الصحابه لم يتضح لها الامر، فضلت قاعده، لا خرجوا مع ده ولا خرجوا مع ده، ما يجراش حاجه، لان التبست الامور، فما فيهاش حاجه لا ينبني عليها حل ولا حرمه. انا متردد، ما زلت انا ليا، انا هكلم الدكتور عصام عريان لانه صديقي، هقترح عليه 3 اقتراحات يقدمها محمد مرسي. اذا قدمها محمد مرسي هيكسب اصوات كثيره جدا، لان الاعتراض على الاخوان الان 3 حاجات اساسيه. الشيء الاول انهم متعددي الولاء، عنده ولاء للمرشد، ولاء للجماعه، ولاء للبلد، واحنا مش عايزين واحد متعدد الولاء، لان ده يتعبه ويتعب الشعب. فتعدد الولاء دي اشكاليه، فلازم يحلوا لنا الاشكاليه دي. يعني هيحلها ازاي؟ انه يتحرر من الاخوان ويعلنها كده صريحه قبل ما، مش يقول انا هتحرر من الاخوان لما اكسب. طب انا ايه ضمني؟ ممكن تكسب ما تتحررش. يعلنها صريحه، انا لست من الاخوان المسلمين كجماعه، انا من مطلق المسلمين. يقولها صريحه دلوقتي، يستقيل من حزب الحريه والعداله دلوقتي. يجي مرشد الاخوان المسلمين يقول انا حليته من بيعتي دلوقتي، علشان الناس تستريح. دي اول حاجه، لان دي حاجات اجنس. الحاجه الثانيه انه يعتذروا اعتذار رسمي لعبد المنعم ابو الفتوح، ان هم لم يرشحوه اولا لما ظهر لهم، حتى يظهروا ان من يخالفهم لا يعادوه، لان الناس متضايقه منهم. ليه؟ ان هم اذا خالفهم انسان عادوه، والخلاف ده والاختلاف ده طبيعه البشر، فانا عايزين نختلف ما نبقاش اعداء بعض. فهمتني ازاي؟ وده اللي مضايقهم، وده اللي قلقهم. فهمتني ازاي؟ يبقى تاني حاجه يعتذر عبد المنعم مفتوح اعتذار صريح في جميع القنوات الفضائيه وعلى بتاع، ويقولوا كده ان كان الاولى بنا اذا وجدنا اننا هنرشح رئيس لكنا وقفنا خلف عبد المنعم ابو الفتوح، لانه اقرب الناس لجمع ائتلافات الناس، واخد بالك؟ ويبدو اعتذارهم ليه رسمي. دي حاجه، دي هتحل اشكاليه مهمه، وهو انهم من خالفهم لا يعادوه. الاشكاليه الثالثه وهي مرجعيتهم الدينيه وفهمهم للدين، لازم يبينوا ايه مرجعيتهم الدينيه وفهمهم للدين، لان احنا مش مختلفين على الاسلام، احنا مختلفين على فهمهم للاسلام، واخد بالك ازاي؟ فلا بد ان تكون مرجعيتهم مرجعيه ازهريه اشعريه، وليست تكون اجنبيه عن مصر، ولا يكون مرجعيه جايبها لي من نجد ولا من السعوديه ولا من هنا ولا من هناك. فلازم يكون مرجعيته ازهريه اشعريه سنيه، اللي هي لان الازهر ده يمثل وجدان الامه. ثالث، ودي ينبني عليها المرجعيه دي، هينبني عليها امر فرعي، وهو انه لا يتدخل في اصلاح الازهر، بل علماء الازهر واهل الازهر هم الذين ادرى بالازهر، هم اللي يصلحوه، لكن هم ما يفرضوش عليهم قانون يصلح الازهر، ولا قانون يحدد مناهج الازهر، ولا يرشحوا حتى وزير الاوقاف ولا شيخ الازهر ولا مفتي الجمهوريه، ويتركوا هذا متروك للازهريه، هم اعلم بمن هو اصلح لهذه المناصب. ها؟ ما انا بقول لك اذا حدث هذا، اذا حدث هذا هيكسب محمد مرسي. لو لم يحدث هذا يبقى احمد شفيق اللي هيكسب، ولو انت اعترضت وما رحتش. انا بقول لك اهو، معظم الازهريه عندهم قلق شديد ان هم يلعبوا في قوانين الازهر،
وبالتالي معظم الأزهرية مش هيرشحوا مرسي، لأن مرسي قال إن من ضمن قوانيننا إننا إيه إعادة قانون الأزهر وإعادة ترتيب الأزهر، واخد بالك إزاي، وإعادة تعيين مفتي جديد وشيخ للأزهر جديد. الموضوع ده قلق جدا علماء الأزهر، واخد بالك، وبالتالي يبقى علماء الأزهر مش هيرشحوا محمد مرسي، اعرف دي كويس، وهينزلوا يرشحوا محمد شفيق. دي حاجة. الحاجة الثانية، مرجعيتهم السلفية تخوف الصوفية منهم، لأن يجاب لك وزير أوقاف منهم يمنع الاحتفال بالمولد النبوي، يمنع الصلاة في المساجد اللي فيها قبور آل البيت، وهذا يصدم المصريين في مشاعرهم تجاه آل البيت، وبالتالي هتلاقي الصوفية هيقولك مش عايزين محمد مرسي. مش عشان محمد مرسي، عشان الأنين لحسن يجبروهم على مذهب هم ما بيحبوهوش وما تربوش عليه. فهمتني ازاي؟ دي القضايا الحقيقيه، مش يجاب لنا يعلمك يعني اجتماعات كده وحاجات صحفيه كلام ملوش لازمه. هي دي اصل القضيه. فلو هو عمل كده تاكد انه يبين انه مخالفته من يخالفه لا يعاديه، ويعترف بخطأه في الفتره السابقه، ويتبرأ من جماعه الاخوان، ويجعل ولاءه تماما لمصر بس والمصريين، ويستقيل من الحزب الآن قبل الانتخابات، ويحل نفسه من بيعة المرشد أمام الناس جميعا، ويقول إن مرجعيتنا الإسلامية هو فهم الأزهر الشريف كما هو قائم منذ قرون على المذهب الأشعري وليس على المذهب الوهابي التيمي، يقولها بوضوح. لا، هو الآن هيبقى رئيس جمهورية له شخصية مستقلة إذا تبرأ. ما لو عايز يتبرأ، لو عايز يتبرأ، ما احنا الوقت كده بنختار جماعة مش بنختار رئيس، والبرلد اللي فيها رئيسين تغرق فما بالك فيها جماعة. ما هو دي المشكلة، ما احنا الوقت في أزمة يا جماعة، احنا في أزمة، ما قدامناش إلا يا إما نرجع تاني لنظام حكم قديم الناس زهقت منه، واخد بالك، أو اننا نجرب حكم تاني احنا عارفين انه ممكن يجيب لنا ويلات اخرى في جهات اخرى في طبيعة حياتنا. فاحنا بقينا بين نارين، واضح؟ والله تعالى اعلى واعلم. اللي يقدر يوصل الاقتراحات دي لحد فيهم يوصلها. انا بس بلغت ناس يجيبوا لي تليفون الدكتور عصام عينان لانه صديقي وانا اعرفه، لانه هو اكبر مني بدفعة وانا اعرفه واحنا طلبه، فانا بلغه هذا. كل دي اسمعني، وعود قالوها وخالفوها، وده بيخلي الناس تبقى ايه، ما قالوا احنا مش هنرشح رئيس مننا وخالفوا ذلك، واخد بالك، وقالوا تأسيسية الدستور مش عارف هتبقى ايه وبعدين خالفوا ذلك، فهم بيقولوا حاجات ويخالفوها، خلت الناس تبقى قلقانه من وعودهم. هو لازم ينفذ الوعود الان، هو قدامه 16